أداء أفضل، محمد صلاح ولا تريزيجيه؟ محمد صلاح طبعا. ابن بلدي صلاح، عشان محترف. أنا شايف أحسن من تريزيجيه بكتير بصراحة. تريزيجيه يعني هو افضل كتير من محمد صلاح، يعني مع ان محمد صلاح يعني عامل نتائج اكتر منه بكتير في الدوري بره، بس انا شايف ان تريزيجيه ظلم، انه ظلم نفسه في الدوري التركي، كان المفروض يلعب في دوري اقوى من كده بكتير. لا، محمد صلاح حبيب الملايين عشان راجل محترف وابن حلال. وجهة نظري تريزيجيه الحقيقة بيعمل كل حاجة في الماتش، بيدافع شوية، بيحرك الهجوم شوية، بس طبعا صلاح يعني من اللعيبة الكبيرة اللي هي طبعا ممكن يبقى وحش الماتش كله، بس في لحظة يخلص لك الماتش يعني. تريزيجيه يبدو أنه حاضر بقوة وقدم مردودا طيبا في المباراة الثلاث، أعتقد على أنه في دور تومون يعني المباراة القادمة للمنتخب المصري، ربما سيؤدي صلاح أداء طيب وسيقنع الجماهير المصرية. محمد صلاح، لأنه صراحة لعبه حلو أوي وسريع وحركات وكذا. محمد صلاح هو بص يعني تريديه حلو كل حاجة ولعبه، وهو ثبت وجوده لعلمك، يعني ثبت وجوده من أول ماتش، ثبت وجوده والجون اللي جابه تمام، بس بمساعدة مين؟ محمد صلاح.